تفضل يا اختي. العفو دكتور، انت قلت بدايه الحلقه الانسان يحب ان يكون فاعل في حياته خصوصا في عائلته، زين؟ وانا طول الوقت مفعول به في عائلتي، يعني ما عندي رئيس في بناتي براتبي، يعني زوجي دائما يقلل من كرامتي ويحترمني لابسط الاشياء، يتجاوز علي باليد وبالكلام، يعني حتى اخر مره هذه تجاوز علي امام عائلتي، وانا في كل مره احاول انه كيف امنع من هذا التصرف بالزعل بالنقاش، او انه اتعامل وياه بالسهل اللي احب انه هو يتعامل وياي، لكن بدون فائده، يعني هو دائما مجهول كيف يطور نفسه، كيف يرقي نفسه في عمله، وانا متروكه على صفحه، يعني ابسط احتياجاتي يا دكتور سعيد. جميل، سؤال يا ام ياقوت، انت ام ياقوت اسمها؟ انا ما قلت معك اسمك ام ياقوت؟ نعم. زين. نعم الاحترام، هل احترامك هو مسؤوليتك ام مسؤوليه الاخرين؟ مسؤوليه الاخرين، لكن اعوذ بالله لحظه، لا ارتكبتي الان يعني خطيئه كبيره، خطيئه مو خطا، احترامك ليس مسؤوليه الاخرين. سمعيني؟ يعني بس يا دكتور قول لي كيف، يعني انا مع زوجي لا ما اقدر، يعني شو ما تقدر، انت من انت ملكه؟ انت بكل احترام له وحب وود، تسمعيني كويس؟ والله يا دكتور ما عامله غير بالحسنى، هذا الكلام الطيب، لانك لحظه انت عندك تلفزيون مطولته؟ كسر التلفزيون كان عندك. اسمعيني الان، اسمعيني انت تعاملين باحترام، اسمعي تماما، انت تعاملين باحترام لانك محترمه، بغض النظر هو يستاهل ولا ما يستاهل، انت تعاملين المقابل لانك محترمه غاله بنفسي عرفاني بقيمتها، فصنتها عن رخيص القدر مبتذلي، فأنت لأنك محترمة مش تعاملين علشان هو يحسن لك، هذا غلط، أنت تعاملينه لأنه ما يطلع منك إلا المحترم، ولأنك محترمة ما ترضين بالضيم، شو تسوين؟ رد وراك؟ ممكن واحدة تقول حق زوجها رد وراك؟ إيه نعم، أقول له رد وراك ونص، إذا تجاوز علي أقول له اسمع ترى عقدي وياك اختيار، ماني عبدة، ما شريتني أنت من السوق، رد وراك خذيها من أخوكي. الرجال يحترمون المحترمة المؤدبة الواثقة الطيعة النظيفة التي تعرف حدودها، ما تخلي حد يدش، وهذا الكلام ليس يا جماعة الخير، مرة أخرى، السائق الخادمة، والله العظيم أنك لا تستطيع ولا تستطيعين أن تتجاوزي على خادمة محترمة نفسها من وقفتها، تعرفين أن هذه لها أسوار غير قابلة للتجاوز، ولذلك كل من نتجاوزه يكون هو أعطانا الإذن بالتجاوز. أنت مطلوب منك مشوار طويل يا ستي، وأنصحك بالعودة لمشاهدة أوائل هذه الحلقات عشان تعرفين ما نعنيه باحترام الذات وبالشبع والري، بل الاستغناء عن خلق الله. يا جماعة الخير، مثلك يجب أن تستغني عن الزوج نفسيا، وتعرف أنها ممكن تعيش من غيره، ثم تقبل عليه لوجه الله عز وجل حتى تؤدي ما يليق أمام الله عز وجل في حقه، بس هي عارفة أني أنا مخيرة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بقاء بمعروف أو انصراف بإحسان. عندما يعي الزوج ذلك أني أنا مع إنسانة محترمة سيلزم حدوده، ولكن عندما نجي نركض نبيه يرضى ولا يرضى، بالعكس عرف الحبيب مقامه، شو سوى؟ ها؟ فعرف الحبيب مكانه فتدلل، تمام؟ والطمع في المقابل يورث الذلة. أرجوكم لا تطمعي في زوج، لا تطمعي في ولد، اطمعي في الله عز وجل، وخلي شغلك لله. علي بن أبي طالب يقول، كرم الله وجهه عليه السلام، علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أنا ما أحسنت إلى أحد قط،
حتى الفاطمة البتول عليه السلام، لا حتى الفاطمة، أنا ما أحسنت لأحد قط ولا أسأت لأحد قط. قالوا له كيف يا أمير المؤمنين؟ قال اقرأوا قول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أحسني لنفسك ولا تسيئي لنفسك وارفعي أسوارك فإنه لا أحد يهينك إلا بإذنك. وارجعي إلى بدايات هذه الحلقات عشان تعرفين التفاصيل فيما قلنا موجودة في مدونتي.